وختامها ان شاء الله هيبقى مسك معانا فقره كده حلوه وكلها طاقه ايجابيه جميله مليانه بحماس الشباب. يعني دايما الحقيقه الحمد لله بنشجعهم، دايما بيبقى معايا طلبه كليه اعلام وغالبا بتبقى جامعه القاهره، بيبقى عندهم مشاريع تخرج كده مختلفه، والسنه دي فعلا المشروع برضو مختلف، هو اساسه التوعيه. بس انا عايزه اصحاب المشروع يتكلموا اكتر معايا. ابو بكر منير اهلا بيك أهلاً. منورنا، وجانا طارق اهلا بيك يا اهلا جانا بحضرتك. منورنا. ايه بقى منورك. مين هيبتدي الاول؟ اوكي انا ممكن ابدا اقول لحضرتك. هو مشروعنا اسمه مشروع بلوتوبيا. في الاول يعني ممكن اقول لحضرتك نبذه عنه. هو احنا بنتكلم عن السلوكيات او بنوعي بالسلوكيات الفرديه السلبيه اللي بتاثر أيوة. بشكل كبير جدا على البيئه المائيه، وبالتالي بتاثر على الثروه السمكيه المصريه. جميل. في البدايه احنا اخترنا مشروعنا يبقى بتوجه بيئي، عشان احنا في الاول لما نزلنا مع بعض كلنا واتكلمنا لقينا ان كذا حد مننا عنده توجه ان هو يعني يتكلم عن المشروعات البيئيه او ان احنا نتكلم على الحفاظ على البيئه. فجمعنا كل الافكار مع بعض لحد ما وصلنا لفكره مشروع بلوتوبيا. كمان احنا في الاول لما عملنا استبيان او سيرفي للناس ونسالهم يعني تفتكروا مصر مثلا هتبقى مركز الكام او واخده مراكز ايه في المجال ده، كله كان بيقول مثلا مركز المية المتين، ان هي مش واخده مركز اصلا. لكن ده بعيد قوي، ده الطموح بالظبط. يعني الناس اللي ما يعرفوش ان مصر الاولى افريقيا والسادسه عالميا في مجال الاستزراع السمكي. فعشان كده اخترنا فكرة المشروع وان احنا نوعي اكتر، ان احنا بما اننا رائدين في المجال ده فلازم نحافظ على البيئة. حسيتوا ان الناس بتبص للموضوع بشكل مختلف خالص، وانها شايفة ان مصر بعيدة قوي كمان، ويطلع مصر واخدة مركز اول، ده يعني اكيد كانت مفاجأة للناس. بالظبط. انا عارفة ان دور الاعلام اكيد دور مهم قوي، او اهم ادواره التوعية. انتوا حبيتوا تاخدوا ده ونتكلم عن حاجة مهمة ليها علاقة بالمجتمع، بتأثر على المجتمع ككل من سلوكيات الناس نفسها، عملتوا ايه بقى عشان توصلوا للناس؟ بالظبط. انا هستكمل على كلام حضرتك وكلام جنى. هو احنا بصينا للتحدي البيئي او تحديات التغيرات المناخيه وتحديات التلوث، وبصينا ان احنا محتاجين نغير السرديه. يعني يمكن لو بصينا على جانب ايجابي ده يكون حافز ودافع اكبر ان احنا نغير. وبالتالي يمكن النظره السلبيه النمطيه المتكرره اللي احنا بنشوفها على طول هي اللي بتدفعنا بقى ان احنا يعني نفكر اكتر انه التغيير مش ممكن، مش هنعرف نعمل حاجه. ولكن حتى من الاسم بلوتوبيا احنا كنا بنفكر ازاي ان احنا ممكن نخلق امل جديد من خلال الفرصه، والفرصه كانت بالنسبه لنا هي موقف مصر المميز. اخترتوا الاسم بالسرعه السمكيه. في الحقيقه بلوتوبيا جت من فكره ان احنا مش عايزين ننفر الناس من التغيير، يعني مش عايزين نحسسهم ان الموضوع بعيد جدا، احنا عايزين نقول لهم لا هو قريب. وفي الحقيقه اصلا احنا عايزين نبالغ شويه في حلمنا في التغيير. بلوتوبيا احنا دايما بنستخدم لفظ حلم البلوتوبيا او هدفنا وخطواتنا في التغيير. عايزين نخلي الموضوع، مش عايز اقول درامي اكتر من اللازم، بس في يعني بنطفي عليه الامل. فبنقول بلوتوبيا هو المدينه الفاضله. يعني مش عايزين بس نفكر ايه لو تخطينا التحديات بتاعتنا اللي هيحصل، لكن لا عايزين نقول ايه اللي هيحصل لو كل حاجه بقت حلوه في البيئه المائيه. تمام. ايه اللي ممكن يعود علينا؟ بالتالي المدينه الفاضله هو لفظ ادبي تقيل شويه. ايه اللي ممكن يعود علينا بقى سريعا؟ اللي ممكن يعود علينا حاجات كتير جدا، مش بس النماء الاقتصادي اللي هيحصل، انما كمان البيئه الطبيعيه بتاعتنا. لما نرجع لبيئتنا الطبيعيه، احنا دايما كنا بنستخدم لفظ نحافظ على حقوقنا وحقوق الاجيال اللي جايه في الحمله بتاعتنا، سواء كان في المحتوى اللي احنا بننشره في الفيديوهات، علشان عايزين نحس الناس ان دي مسؤوليه. يعني حفاظنا على البيئه قبل ما يكون لاي غرض فهو مسؤوليه اساسا، ومسؤوليه في نفس الوقت. بالظبط. وعلشان الاجيال اللي جايه تلاقي حقها في انها تقدر انها تمارس الانشطه الاقتصاديه اللي هتعود عليها بالنفع. ففي منافع كتير جدا زي ما قلنا، النماء الاقتصادي والثروه السمكيه نحافظ عليها. احنا محتاجين دلوقتي في المرحله الحاليه كلنا طبعا انتعاشات اقتصاديه كتير. احنا شايفين امل في ذلك. في دول ما يعني ما بتاكلش غير المأكولات البحريه وصحتها كويسة، أعمارها طويلة يعني كبيرة زي ما يعني بنسمع وبنشوف، فأكيد هي برضو مفيدة جدا للإنسان. بالظبط. هو في دولة زي اليابان مثلا، يعني هي من أكبر الدول اللي مصر بتصدر لها السمك. فيعني اليابان فعلا احنا في علاقة بينا وثيقة في موضوع تصدير السمك او سمك المزارع السمكيه بالذات. يعني في ناس كتير جدا ما تعرفش ان سمك ان معظم السمك اللي بناكله، يعني 90% من السمك اللي بناكله هو سمك مزارع. الناس كلها عندها خلفيه عن سمك المزارع ان هو مش بيهتموا بيه او ان هو في مشاكل يعني او كده. لا، عندنا مشروع الرئيس يعني طبعا في مشاريع كتير، مشاريع والموضوع كتير مختلف وفارق جدا جدا في السوق. بالظبط. زي مشروع بركه غليون ومشروع الفيروز، مشاريع استزراع سمكي كبيرة جدا، وفعلا هي بتفيدنا في تصدير وان احنا نكمل في ريادة في المجال ده. فاحنا حاولنا فعلا في المحتوى بتاعنا ان احنا نوصل للناس
فكره ان المزارع السمكيه مش مضره، بالعكس ده زي ما قلت لحضرتك اكتر من 90% من اكلنا للسمك هو اصلا سمك مزارع. الفكره نفسها اللي موجوده عند الناس انه فكره السمك المزارع ده سمك مش كويس، سمك يعني فيه سموم او فيه ضرر. لسه لحد دلوقتي فكره زي كده موجوده، فانت حاسين ان طبعا يعني. احنا كنا بنسمع بنفسنا يعني، واحنا بننزل نصور مع ناس او نتكلم معاهم كنا بنسمع بنفسنا اللي هو ازاي يعني، ازاي سمك المزارع ده حاجه اصلا بناكلها، ايه ده، لا انا عمري ما اشتري سمك مزارع. فاحنا ما نعرفوش ان احنا اصلا كل يعني معظم محلات السمك هي سمك المزارع. أيوة. هو المعروض. طيب الاهداف اكيد بتبقى مختلفه يعني، كان عندي هدف اكيد ان انجح واعمل مشروع متميز، عندي هدف انه يبقى التوعيه دي تجيب نتيجه، انه يعود على المجتمع بالنفع، صحيح؟ انهي اهداف حسيت انها يعني وصلت ليها اكتر، او ايه اللي ممكن لسه هنشتغل عليه؟ يمكن احنا في مشوارنا ان احنا بنحاول نحقق اهدافنا في الحمله لمسنا كذا محطه حسيتنا بالتفاؤل من ناحيه اللي احنا عملناه. يعني احنا الاول لما بدانا كنا هدفنا بس نغير النظره السلبيه، يعني نقول للناس لا احنا ممكن نعمل حاجه. بعدين على الطريق بدانا نكتشف الناس بدات تكون معلومات بسرعه، والتاثر في المشهد المصري عامه بعد استضافه مصر للمؤتمر المناخ العالمي بدات الناس نوعا ما تحس ان في شيء مهم في اللي بيحصل في التغيرات المناخيه. فبقينا بنتكلم مع ناس عن البلاستيك. الاول كان شكلنا بالنسبه لناس فضائيين، يعني بنتكلم في حاجه اللي هو انتوا بتتكلموا عن البلاستيك دلوقتي وفي حاجات تانية اهم بكتير. بس الناس بدات تفهم وبدات تتفاعل معنا، فحسينا ان حققنا هدف القضاء على النظره السلبيه بشكل مبدئي. طب لسه طبعا بنسعى في اهداف تانية. معانا حاجات عايزين نعرضها معانا على الشاشه. طيب ده جزء من التصوير بتاعكم بالظبط. حمله كلنا بقى دي كانت من حملات الكلين اب او تنظيف نهر النيل. احنا كان هدفنا ان احنا برضو نقضي على النظره السلبيه بتاعت ان تنظيف نهر النيل دي حاجه يعني ممكن تنتقص من البني ادم في شيء ان هو ينزل ينظف وهكذا. وصورتوا بقى فيديوهات وصورنا معاها على السوشيال ميديا، عملتوا ايه بالظبط؟ دوكيومنتري وحاجات كتير. في الفيديو ده وفي لقاء صحفي زميلنا موهوب جدا صوره مع الصياد اللي ظهر في الصوره دلوقتي حالا، بيتكلم فيه عن قصته في النيل ان هو اجداده كانوا بيصطادوا وان هو عيلته كلها صيادين. وبعدين انتهى بيه الامر ان هو بقى في النيل لوحده وبيلم زباله، فابنه كان مكسوف منه كان بيقول له يا بابا انت بقيت بتلم بلاستيك في النيل. كمان دي فيديوهات من المصانع بتاعت يعني احنا نزلنا مع مؤسسات مجتمع مدني وهم متخصصين في ان هم يجمعوا المخلفات من نهر النيل ويبداوا ان هم في مصانعهم يعيدوا تدوير المخلفات دي لمنتجات تانية تقدر ان هي تفيدنا. وكل ده اصلا من ايادي سيدات مصريه، يعني كل الشغل بتاع اعاده التدوير ان هم يعملوها بشنط او حتى لبس يعني سيدات مصريه هم اللي بيعملوها، فاحنا شفنا بنفسنا التجربه وعرفنا ازاي بيقدروا ان هم يعملوا من المخلفات البلاستيكيه حاجه نقدر نستخدمها بعد كده كذا مره يعني. ايوه صحيح. وفي برضو مصانع اصلا بتشتغل على طبعاً الموضوع ده بشكل كبير. معايا هينار على التليفون، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بس مبسوطه جدا ان في شباب مشاريعهم مشاريع تخرجهم فيها انتماء للبلد وفي دماغهم ان هم يطوروا البلد وبيحبوا البلد. ومبسوطه جدا ونفسي الشباب كلها تبقى مشاريعهم كده، مشاريعهم تفيد يعني يبقى عكس اللي متصدر عن الشباب ان هم دلوقتي بقوا مش في اهتماماتهم مش حاسين بالمسؤوليه. بالظبط. لا انا مبسوطه بيهم جدا وكنت عايزه اشجعهم واشجع اي شباب تاني في نفس السن وعندهم مشاريع يبقى عندهم افكار جديده وافكار متطوره وانتماء. جميل. مبسوطه جدا والله وبشجعهم. بتمنى شكرا لكل الشباب. يا رب. شكرا شكرا ليكي يا استاذه هينار، وبجد دي يعني احلى ختام انه انتوا نموذج وقدوه كده للشباب انه اي حد بيعمل مشروع او حتى يعني في اي وضع ممكن ان هو يعمل على قد ما يقدر توعيه، يوصي حد يعمل فيديو زي اللي انتوا فكرتوا تعملوه وتصوروه معانا اللي هو كان تنظيف لنهر النيل، وهنبتدي بنفسك وبعد كده الباقي هيعمل زيك. انا بشكركم. شكرا ابو بكر. حضرتك جدا نورتوني، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله.